خلينا النهاردة بقى نتكلم في مواقع عربية تقدر تلاقي من خلالها منح ودورات وكورسات مجانية معتمدة وبشهادات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم في فيديو جديد. بقالنا كتير عمالين بنتكلم في تطبيقات واخبار وما جبناش سيرة المواقع بقالنا فترة، فقلنا بقى نركن كل الكلام ده على جنب ونتكلم في مواقع تقدر تلاقي من خلالها منح ودورات وكورسات، وكل ده هيكون مجانا ومعتمد وبشهادات كمان. وطبعا كل المواقع اللي هنتكلم فيها هتكون مواقع باللغه العربيه علشان عائق اللغه بالنسبه لبعض الناس ما يكونش فيه اي مشكله تماما، بحيث انك لو مثلا لسه مخلص ثانويه عامه وعايز تستفيد بالاجازه، او لو انت عندك وقت فراغ وعايز تستفيد بيه في انك تاخد كورسات او تقوي من نفسك في اي مجال من المجالات اللي انت تختارها من غير ما يكون في اي مشكله من ناحيه التكلفه او من ناحيه اي حاجه تانية، بحيث انك تقدر تستفيد بوقتك بافضل شكل ممكن وتوظفه صح من خلال مواد موجوده باللغه العربيه، مفيش اي مشكله تماما في انك تبدا تدرسها من غير اي تاخير زياده. يلا بينا نبدا. اول موقع معانا هو منصه معارف. منصه معارف بيكون فيها دورات كتيره جدا وبيكون فيها كورسات وكلها بيكون فيها لغه عربيه، وكمان لما بتيجي تنزل تحت هنا بيكون عندك مسارات كتير فيها تصنيفات كتيره جدا، يعني مثلا بيكون في عندك جرافيكس، بيكون في عندك انجليزي، بيكون في عندك لغات، وبيكون في عندك حاجات تانية زي مثلا برمجيات. ولنفترض دخلنا على البرمجيات بتلاقي موجوده عندك كل الدورات اللي موجوده او الاقسام اللي موجوده. لو جينا مثلا ندخل على how to use Airy UI plugin for Unity هيكون موجود عندك تفاصيل عنها، يكون موجود عندك حاجات كتيره جدا، ومن اهم الحاجات اللي بتكون موجوده يوجد شهادة مجانية بعد انتهائك من الدورة. فبالتالي نقدر نقول ان منصة معارف هي منصة قوية جدا باللغة العربية، فيها دورات وكورسات في افضل وعشر المجالات اللي موجودة في السوق حاليا، وكلها بيكون معها شهادة مجانية. الموقع اللي معنا بعد كده هو موقع مرجع. موقع مرجع لما بتدخل عليه بيكون فيه تاب كده اسمها فرص ومنح دراسية، بيكون في عندك تصنيفات كتيرة جدا، يعني مثلا الجنسية، بيكون في عندك نوع الفرصة لو عايزة مثلا منح غير دراسية وفرص غير دراسية أو تكون حاجة صيفية، بيكون في عندك الدولة، بيكون في عندك التخصص، وبيكون في عندك نوع التمويل، وبيكون في عندك مدة الفرصة والعمر وكل حاجة. طبعا لما بتختار كل الفلترة اللي انت عاوزها وتدوس على علامة البحث بيظهر لك هنا كل النتائج المناسبة للي انت اخترته. تقدر تدخل على اي حاجه تعجبك من اللي يظهر قدامك وتعرف ازاي تشترك فيها. الموقع اللي معانا بعد كده هو موقع تروسكو. لما بتدخل على الموقع ده بيكون في عندك من البدايه في اول صفحه عمليه فلتره، تيجي تدخل هنا مثلا وتختار المنح، وبعد كده تختار التخصص وليكن مثلا البرمجه، وبعدين تختار بحث. الموقع بيعمل بحث وبعد كده بيظهر لك كل التفاصيل الخاصه بكل المنح المتوفره طبقا للفلتره اللي انت اخترتها. تقدر تدخل على اي منحه عجبتك من اللي موجودين دول عشان تعرف تفاصيلها وازاي تقدر تشترك فيها. الموقع اللي معانا بعد كده هو موقع مصدرنا.com. الموقع ده لما تدخل عليه من اول ما بتدخل بيكون في عندك تاب اسمها منح دراسيه، بتدخل على التاب دي وبيكون عندك كل المنح الدراسيه اللي موجوده وطبعا بتكون متحدثه، بحيث اي منحه من دول تقدر تدخل عليها وتعرف تفاصيلها وتشترك فيها وتبدا رحلتك معاها. والموقع اللي معانا بعد كده بقى هو موقع منح.net. الموقع ده لما بتدخل عليه من اول ما بتدخل بيكون طبعا عندك فلتره، وليكن مثلا انت عايز منح دراسيه معينه، بتدخل على منح دراسيه وبتعمل بحث، هو بيجيب لك قدامك فلتره كامله، تقدر مثلا انك تدخل هنا كمان وتختار التخصص اللي انت عاوزه، وليكن مثلا اداره والتسويق، هو بيعمل بحث وفلتره وبعد كده بيجيب لك كل المنح الدراسيه المتوفره حاليا طبقا للفلتره انت اخترتها، تقدر تدخل على اي منحه منهم علشان تعرف التفاصيل الخاصه بيها وازاي تقدر تشترك فيها، وطبعا في منح منهم بتكون مموله بالكامل. واخر موقع معانا هو موقع ستادي شوت. الموقع ده من اول ما بتدخل عليه بيكون في عندك تهابه فوق اسمها منح دراسيه، بتدخل عليها بيكون في عندك هنا فلتره وليكن مثلا عايز طلاب مين، وليكن مثلا هنختار الطلاب المصريين، بنيجي هنا على المصريين، بعد كده بنختار التخصص الدراسي وليكن مثلا حاجه زي الاقتصاد والاعمال، وبعدين بندوس على بحث، هو بيعمل بحث وبعد كده بيجيب لك كل النتائج البحث الخاصه بالمنح طبقا للي انت اخترته، وبيكون في منح غير مموله ومنح مموله تمويل كامل ومنح مموله تمويل جزئي، بحيث ان الحاجه اللي تحبها تقدر تدخل عليها وتعرف تفاصيلها علشان تشارك فيها. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. طبعا روابط كل المواقع اللي اتكلمنا فيها تكون موجوده في الديسكربشن بوكس تحت، بحيث انك تقدر تدخل عليها وتستكشف كل المنح وكل الدورات وكل الكورسات اللي موجوده وتختار المجال اللي انت عاوزه وتبدا رحلتك فيه. ما تنساش بس انك تدوس على زرار اللايك اللي عندك هنا، ويكون في هنا زرار اشتراك وجنبه جرس تقدر تدوس عليهم علشان تتابع جديد اول باول. شكرا للمتابعه، نلقاكم على خير.